متوقع. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا بارك الله فيكم. مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صفي قلبك. إن شاء الله نكون في مستوى الانتظارات مجددا. شكرا على النقد، شكرا على تعليقاتكم في الفيسبوك، وإلا زاد حتى على الباج بتاعي الرسمية جعفر القاسمي جعفور. تحية للسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا وين ما كانوا، خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن. تحية خاصة الليلة لأشقائنا في ليبيا، نحب نصفقوا عليهم تصفيق قوية برشا. أشقائنا في الجزائر، تحية كبيرة برشا لأشقائنا الجزائريين، صفقوا عليهم تصفيق كبيرة برشا. أشقائنا في المغرب، مرحبا بكم الناس الكل في موريتانيا وفي العالم العربي. تحية زادة خاصة للتوانسة اللي يعيشوا خارج حدود الوطن. إن شاء الله إن شاء الله تروحونا، إن شاء الله تروحونا، وإن شاء الله نتقابلوا في الخير. إن شاء الله ربي بعد عليكم الكورونا، الوباء والبلاء، إن شاء الله ربي يجمعنا في الخير. الليلة في صفي قلبك باش نتبعوا مع بعضنا زوز حكايات، باش نشاهدوا حكاية الحاجة زينب. جدة لقات روحها متحملة وحدها مسؤولية حفيدها بعد وفاة بنتها، واللي أصبح يعاني مشاكل نفسية ودخل طريق الانحراف بسبب إهمال والده ليه بعد ما عاود حياته بامرأة أخرى. عندك البنية هذه قلت وقتش توفيت؟ عمرها 31، ماتت 31. صغيرة العمر متاعها. صغيرة يا رب. صغيرة أخذتها صغيرة يعني. صغيرة إن شاء الله ربي يرحمها وينعم. عايشك يا هنيك. هو بنتي يحبها، تعاشروا وياها كان بالباهي، تعاشروا بالباهي للي ماتت. نهار اللي ماتت نوح عليه، مشى خذا امرأة أمها بنت أختي. قلت له يا صالح اسمعني ولدي، اللي تهنيك أنت ووليداتك نفرح بها. أنا جت المرأة هذية هي، قلت تو كي جت هذية أمها بنت أختي وما يسالش تلمهم وتربيهم على ربايتها وما يسالش، كأني بنتي ما ماتتش. هيك الأيام الأولى عملت معاهم الباهي، ما قصرتش معاهم. وقت اللي حبلت جابت الوليد الأول، دارت 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 في العد. أما توا باش نشاهدوا مع بعضنا قصة سي خليفة اللي حياته ما كانتش سهلة، ومر بتجارب مريرة حب يتقاسمها معنا. والليلة استدعى زوجته اللي حسب أقواله خانته وتثبت له في دمار حياته الأسرية. أنا النار تشعل، النار من هنا للتو، النار من هنا لهنا كله تشعل، شعلينك. أما الحمد لله يا ربي جيت صابر شوية، كابس روحي من 2017 لليومنا هذا، ونشد روحي في كحة. أنا كي جيتك لهنا راني جايك موضوعي يا ناخذ حقي يا نعمل مشكلة كبيرة. لا خويا ندخلوا في صلب الموضوع طول. شنو هي المشكلة؟ مشكلتي الخيانة الزوجية. مرحبا بكم مجددا في برنامج صفي قلبك. تحية للسادة المشاهدين اللي التحقوا بنا. هذا هو العنوان، عنوان الحوار، عنوان الحوار، لأنه ما ثم حتى حل آخر. ديما نذكر الحوار، نذكر بعنوان البرنامج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 1. ولو كان زادة تحبوا تكلمونا بالتليفون تطلبونا على 29 766 ألف. باش نمشي للوضعية متاع اليوم. الوضعية متاع اليوم الساعه باش تحكيوا على الطلاق. طلاق طلاق في بالكم اللي نسب الطلاق، تونس مصنفة من أكبر الدول العربية في نسب الطلاق، معناتها رقم مهول مهول للغاية، ومن بين أهم أسباب الطلاق. روك الفيسبوك ومساهم راه والإنستغرام وكالفازات وكذا. والله يا الأولاد ثم شكون متزوج لهنا؟ شكون متزوج؟ حتى متزوج؟ هكا به شو متزوج يا ولدي؟ قدش عمرك؟ 25. ليه بحق متزوج؟ إن شاء الله ربي معك. سايبنا أخويا، أنا مانيش مصدق. شوف المشاهدين يصدقوك ولا حاصيله. مش هذا موضوعنا، حابين نفدلكوا شوية، لكن الموضوع راهو أخطر مما نتصور. نسب عالي متاع الطلاق والطلاق والتداعيات متاع الطلاق. ثاني أهم أسباب الطلاق، ثاني أهم أسباب الطلاق هي الخيانة، والخيانة أنواع. نستقبلوا سي خليفة. مرحبا بيك. وبيك
مرحبا بك سي خليف. يوبيك اخوي. زارتنا البركه يا سي خليف. يرحم والديك. شنو هي احوالك يا سي خليف؟ والله الحمد لله لاباس. منين جيتنا يا سي خليف؟ جيت من العامره. من العامره ولايه؟ صفاقس. هاي يا بابا. تحية الأهالي في صفاقس الكل، والله يرحم حمادي العقربي. طيش الرحم. يرحمه وينام. يا سيدي. سي خليفة جيتنا من العامرة، قداش عمرك سي خليفة؟ عمري 54. جون. 54 وتبارك الله، تعمل رياضة سي خليفة؟ لا والله لا. تبارك الله، لا كرش لا كذا، فهمتني؟ ما عمرك ما عملت رياضة؟ لا رياضة لا. اش تخدم سي خليفة؟ والله كنت نخدم بحار. نخدم في بالانسي. لحظة عاد، تقول لي ما نعملش رياضة؟ وهو خير، ثم خير من البحر كرياضة؟ في بالك هو البحر خويا، كنت تخرج في الفلوكة وتصطاد وكذا؟ فلوكة كبيرة مش صغيرة. فلوكة اي كبيرة شبكة. اي بالانسي احنا نقولوا بالنسبة لصفاقس نقولوا بالانسي. بالانسي. بالانسي كبير. شنو تصطادوا؟ اصطادوا الخير الكل نصطادوه. سميني. اصطادوه في القنبلي، في المقلوبة، في الحوت، في التريليا، تريليا الحمراء، تريليا البيضة، تريليا جويدة. أنا الخيرات السبعة كلهم نجبدوه. اللهم صل على النبي. بحرنا فهمني ولا بحر مليان بالخير، إن شاء الله ربي يحفظ النعمة هذه. لا الحمد لله. هاي سيدي أخبار. سي خليفة باش نبداو نحكيو من الاول والكل باش نقصروا الليل، قولوا نقصروا الليل ولا نقصر قصروا الليل باهي باش نعرف عليك من الاول. سي خليفة انت عشت في عائلة قداش فيها اخوة؟ انا عايش يتيم، امي توفت عام 66 خلتني ولد 7 عيال. الله يرحمها وينعمها. طيش وترحم. خلتكم قداش من واحد؟ خلتني انا وعندي اختي اكبر مني فاتتني بثلاث سنين. باهي هزوني الاطفال بورقيبة أنا لحظة. في تونس. لحظة لحظة لحظة. أمك كي توفيت أنت قداش عمرك؟ خلتني ولد 7 أيام. 7 أيام؟ إيه. الله يرحمها وينعم. تعيش وترحم. وأختك قداش عمرها؟ عمرها توا فما 57. لا وقتها وقتك كي توفيت الوالدة. وقتها هي عمرها 3 سنين. 3 سنين. الوالد وين؟ بابا قعد هجال. كي توفيت أمك الوالد وينه؟ موجود. أي. لا موجود. خاطر قلت لي هزونا الاطفال بورقيبه. سامحني موجود. طب. هو عنده طفله صغيره عمرها 3 سنين حارفي انا كيفاش مش يعمل لي انا. عندي جدتي الله يرحمها تعيش هنا في تونس. ولد هي فهمت جد هزتني للاطفال بورقيبه. مشيت قعدت انا في صفاقس في السبيطار ومن بعد روحوا بيا ومن بعد فهمتني ولا قبلتني عندي خالتي تسكن غادي في العامره. قعدت عندها جي 6 شهور، معناها انا حسبها خالتي وامي. خاطر ما هي ما رضعتني. الحيش يعني. ومن بعد ديريكت طول فهمت ولا مغادي من العامره يهزوني لتونس. قعدت 5 سنين هنا في الاطفال بورقيبه. شنو تتذكر من اطفال بورقيبه؟ نتذكر حاجه صغيره مشيت للغزانه نحل في الغزانه اللعب الكل هبط علي انا. هذه اللي نتذكرها. كانوا يعاملوا فيك معامله باهيه غادي؟ باش نقول لك يا ريتني انا قعدت غادي. يا ريت عشت غادي. يا ريتني انا قمت غادي على الاقل نخدم هنا في بلادي في تونس. هنا انا الحمد لله نخدم في بلادي. اما فما فرق بين نخدم هكا وهكا. ما فهمتكش. المعامله كانت باهيه؟ المعامله باهيه. باش نحكي توا قوس على اسواس قمرت. واسواس اكوده واسواس سليانه، انا زرت برشا بلايص. ثم كنساء اللي يجيبوهم
يسميوهم الأم المربية. تربي في 14 طفل ولا 12 طفل ولا 10 أطفال ما همش أولادها، تاخو في شهرية باش تكون هي أمهم. تربي أربع صغار، خمسة صغار، ستة صغار، فهمتني ولا؟ تاخو في سالير، فهمتني، من الجمعية وكذا باش تربي هيك الأطفال. وزرت عديد الأماكن. أنا نحب نحيي النساء هذوما اللي ربيوا في أطفال أكثر من أولادهم. وبصراحة المشهد اللي ريته أنا باش نحكيكم، مرة دخلت الدار، دار وحدها تكون هي، فهمني ولا، فيها الأم هذه، وشفت أطفال، شفت وليد ضعيف، شفت وليد معناتها بالصحة شوي ما شاء الله عليه، شفت وليد عمره تقريبا 18 سنة، شفت رضيع، شفت وليد أسمر، شفت بنية شقراء، فهمتني ولا؟ والقوة، القوة أنه الكل يعيطوا لبعضهم خويا أختي، ولا واحد يحط إيده على الآخر. هذا نموذج، لو كان ناخذ النموذج هذا ونعيشوا به، أنه نحترموا بعضنا الناس الكل من غير لنهينوا بعضنا، لا على لونه، لا على أصله، لا على فصله، لا على دينه، لا على طوله، لا على قصره، لا حتى شيء. معناتها نموذج كبير برشا. نحب نحيي القرى هذه، يعطيكم ألف 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 صحة. سي خليفة، معناتها شنو اللي يخليك تقول يا ريتني عشت في قرى بورقيبة وما عشت الشك؟ والله عندي وقت أنا كي نوصل بالعامين بثلاث سنين، فهي مات بورقيبة، يبعثوا في السدعوات البابا الله يرحمه وينام، كي يبعثوا البابا، بابا ما يمشيش على أساس يجي يهز ولدك ولا يجي صحح عليه وخليه يقعد لهنا تابع الدولة، معناه تابع الحاكم. بابا يديما هارب هارب، ما ينجمش. المهم تعرف وصلت عمري ولد خمس سنين، ولد خمس سنين هكاك وستة شهور ديركت ولوا، فهمت ولا، مشاو له لغاديك الحاكم ولوا جابوه بالسيف، جابوه لهنا قالوا له حاجتي يتصحح عليه يقعد هنا، احنا مش نتكفلوا به في كل شيء، ويكبر يقعد في بلاصته. اذا كان حاجتك به هز ولدك ولا شعمل صحح، هزني. والعيشه بدت مستمره، اللي عشت وانا ما عيش احد، انا نفهم امه محمد وتوانسه بكلهم، نتمنى في حياتي على توانسه ما يعيشوش كيما اللي عشت وانا في التمرميد وفي كل شيء، في برشا حوايج مثلا، في برشا حاجات مثلا. كي خرجت عمرك خمسة سنين شنو الحاجه اللي خرجت خمسة سنين بتليله في كوري من غدوة، امي الله يرحمها، عندي خالتي في صفاقس تشهد بالشيء هذا، وعندي زوز خالاتي، وعندي خالتي هاي موجوده لهنا تشهد بالشيء هذا. وقت كي جاوا ينحولي حشاك في سوريا اتنحت بجلدتها بتليله برك، ونثبت عليها هذه. عندي خالتي اسمها تونس. اي سمع سمع، بت في الكوري وحدك؟ بابا وقلت لك واخذ امراه اخرى هو. ماكش فاهمني، ماكش فاهمني. لا لا فاهم فاهم. بت ليله وحدك؟ لا مش نقول لك، قبل كانوا فما معمرات، معمره يباتوا فيها في الريف. معمره هذه يحطوا الشياه من هنا عشاك علالش. وهنا وين يرقدوا. بابا واخذ امراه اخرى وعنده صغار منها. هم يرقدوا من هنا وانا رقد من هنا وهذا الشياه من هنا. الحمد لله، أنا ديما نقول الحمد لله اللي عطاه لي ربي أنا راضي به ونعم بالله الحمد لله. هذه الضربة الأولانية، كأنك أنت تعرف كأنه تولد عمره خمس سنين، هو خاطر اللي قبل قال لك ما نتذكرش، نتذكر كان الحاجات الباهية، ماكل شارب وتغطي، هذا كيفاش نتذكر تحت الحاكم، لا لك خايف، لك مرعوب، لك لك حشاك فهمني ولا، في هندامك مهنت الملصق كذا، خاطر غادي يتلهوا بيهم، يتلهوا بيهم، يتلهوا بيهم رعايه كامله وتامه. هذه الضربه الاولى. الضربه الثانيه شنو هي؟ الضربه الثانيه قعدت انا وليت كل مره وكيفاش، قعدت انا لهنا، تربيت هنا في تونس، تربيت 14 عام لهنا في تونس، من هنا مشيت لصفاقس، مش صفاقس ما عندي حد انا، بابا لاهي في مرة أخرى، ناي الوحيدة قعدت،
نطايش من البلاصه للبلاصه. ما نكذبش عليك انا مش نقول وانا او مش نفهم باش العباد تفهم كل شيء. ما شاء الله نتمنى ما يعملوهاش، ان شاء الله نتمنى اللي عندهم الام مساكن اولادهم وماتهم ميته ما يسوش يعملوها، يعيشوا رجال. هذا شو نتمنى في حياتي. كي مشيت انا للسفاقس قعدت وليت نهوم من بلاصه لبلاصه، طبعت حشاك وحشا قدرك الفساد. دخلت في دومين مليان صغير. قداش عمرك سامحني؟ عمري 14 عام. دخلت حشا الشر وليت نشرب. 14 عام؟ 14 عام يا نعم. مشاو هزوني للبحر في جيجابس، خدمت في فليك الصغار. وبديت الامور ديما ماشيه كاكا. دخلت في دومين معناها خايبه. لا، دومين خايب مثلا الشرب ان شاء الله ربي يتوب على الناس الكل. لا لا، الشرب هذاك مشى على روحه. ان شاء الله ربي يتوب على الناس الكل. شنو هو الدومين الخايب؟ دومين مثلا في مشاكل، في مثلا في سرقات، في ما عندي حد انا. تسرق وليد؟ نسرق بالطبيعة. ما لقيتش كيفاش ناكل، ما لقيتش كيفاش نعيش، ما لقيتش كيفاش نلبس. قداش عمرك تسرق؟ عمري فما ال 15 وبين ال 16 عام. تشديت؟ تشديت، قعدت 3 سنين و3 شهور في الإصلاحية بتاع قارب في صفاقس 7 ولايات صفاقس. لحظة هاي 14 سنة تسرق؟ بين ال 15 و16 عام بديت. بين 14 و16 عام، شنو هو سرقت أول مرة؟ سرقة موبيلات، بسكليت، باش نمشي نحوس هذيك هي. نمشي نحوس طافي كلبسوني يهزوني فهمت ولا يربطوني. لحظة سي خليفة، سي خليفة، سي خليفة، نبداو بشوي. شنو سرقت أول حاجة؟ أول حاجة ما سرقتها في حياتي أنا نثبت عليها وقتها ما نعرفش نسوق، سرقت بسكليت. بعتها؟ لا. مشيت هزيتها ونحوس بها، قعدت عندي جي جمعة نحوس بها، مشيت أنا للسينما. ماشي للسينما أنا. غادي في صفاقس، حطيتها في عند العساس، يقول لي عليها ملكي، وهي مش ملكي. ودخلت للسينما. فرشت على السينما، خرجت. ناجيت ناس بسكليت ومولاها يشدني، والحاكم شدني. نسك عليها 3 سنين و3 شهور. تعلمت الصنعة. اسمع راهي جرارة ماشية. لحظة لحظة لحظة، نبداو بالبرح سي مختار، لحظة. طيب باش ناخذوا ونعطيو في الكلام. سرق بسكليت. في علم النفس، مش مبرر له روا. في علم النفس أول حاجة سرقها بسكليت. في علم النفس اللي عملوا جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن في علم النفس اللي يحكي فيه فرويد راه مهم ياسر. يقول لك راه ثم خيط جويد على الجريمة، كلنا مشاريع متاع مجرمة. ثم خيط، كيفاش تربى؟ تربى محروم، ما جريش على بسكليت. مش مبرر راهو الحرمان، أنت ما لعبتش في صغرك. ما عشتش طفولة سوية، صحيح ولا لا؟ سامحني أنا ما عندي حد، عندي كان ربي سبحانه وتعالى. كل عندنا كان ربي سبحانه ونعم بالله. أنا قلت لك عايش يتيم. باهي، حاجة أخرى ما باعهاش البسكليت. مشى بها للسينما. هز بسكليت مشى بها للسينما، النية ماهيش حسين ما تدخلش في القانون. باهي، حاجة ثاني حاجة سرقتها شنية؟ قلت لك سرقت البسكليت، سكيت عليها 3 سنين و3 شهور. إصلاحية. إصلاحية. ما روحت الجملة. وقت اللي تحكمت بوك عيطوا له؟ عيطوا له بابي. اش قال؟ شنو موقفه؟ اش قال له الرئيس؟ والله نذكر عندك تو. قال له يا عبد الكريم، قال له تضمن في ولدك يروح ما عادش يعاود صنعته؟ شنو الرد نتاع بابا؟ لا. قال له ما صارفش بيه. إذا كانت رواية السيد مختار صحيحة لا حول ولا قوة إلا بالله. توانسة، نحبكم تسمعوني كلمة كلمة، ومن بعديك شوفوا حالتي أنا، وفهموني بالضبط. باه، الرئيس دورني، مشيت غادي الإصلاحية، كملت الإصلاحية. سي مختار عندي سؤال. 3 سنين عندي سؤال سي مختار. تفضل. كي قال الرئيس يا سي فلان تضمن في ولدك ولا انت غزرت البوك في عينيه؟ ما غزرتليش. لا لحظه، ما ما ما, ما بكيتش قدام بوك نتاع يا بابا ما تخلينيش؟ ما غزرتليش. علاش؟ مش حاس بيه لانه هو باباي. خاطر ما عمري ما ريت انا بابا يعمل في ولده كيما هكا. ما ريتش. خاطر تصور مشهد من فيلم. رئيس المحكمه، البو حاضر، الطفل موجود، مشهد تصوروا فيلم.
تلفت راسي سمعك معايا لبو، وين ابوه هذايا؟ انا تفضل. تضمن في ولدك انه ظناه راهو نسيبوه توا، رد بالك نعاود في المشهد خاطر يدوخ 3 سنين راهم. تضمن في ولدك ونسيبوه انه ما عادش يسرق؟ اجابه الاب لا. تعرف معناتها لا؟ دكوه في الاصلاحيه، ما نتحملش المسؤوليه، قاسيه برشا حسب روايتك بين سيو، قاسيه برشا. واصل. روحت من الاصلاحيه، قعدت 3 سنين و3 شهور ما جاني حد. وين قعدت؟ في الاصلاحيه. ما جاك حد؟ باب وسده، عندي جدي الله يرحمها، الله يرحمها، هذيك امي بالرسمي، امي راه هذيك اللي عملت معايا الباهي. شم عليك في ريحه المرحومه. مماتك؟ مماتي. وخالتك؟ لا. خالتي لا، هذيك خالتي في حاجات اخرى، بابا لا. اما انا نحكي لك انا على امي ساسيه. باهي، هاي خرجنا من الاصلاحيه، هاي. المهم خرجنا قول من الاصلاحيه. هي ضمرت فيا روحت انا، فهمت لو صارت زلسه مره اخرى قالوا في كيف هذا يا خليفه، قالوا خليفه راهو عاقل وراكح ما عندوش حتى مشاكل. انت كنت منظم في الاصلاحيه؟ لا منظم، ونتعلم في الصنعه في المرمى. باهي باهي صحيح. خرجت معناها بصنعتي. خرجت. اي نمشي نروح لدارنا. تعرف دارنا كي نقعد فيها نهارين، كي نقعد فيها نهارين برك. راني تسمى سلكتها ماء وضوء. نحكي على دار بوك. نحكي لك على دار بابا. باهي باهي. بعد ما روحت بالصلاحية مشيت لدار بوك. بالطبيعة. السلام السلام بابا هاني روحت. كيفاش؟ روحت. اي لا لا. بالطبيعة. لا لا لحظة سي خليفة. خرجت يا بابا تشم في الهواء وكذا وتشوف في الدنيا، روحت لدار بوك دقيت الباب ولا نقصت ولا اش عملت؟ لا 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 نقصت هو. لا لا نقصت ولا دقيت الباب؟ هذه دخلت السلام عليكم، قالوا لي السلام، نلقى بابا ونلقى مرات بابا. فرح بوك؟ فرح وما فرحش. المهم مش عندنا فيه. باهي. قعدت نهاري، نهار ثالث اليوم كي تسمعوا بها كيما يقولوا فيها باللغه الفرنسيه، يضرب يضربني بكوتوبيا، جاب لي على برا، طردني. اش نعمل انا؟ عليه؟ علاش طردك؟ ما يحبنيش نقعد غادي. باه بالك انت. لا لا خليف خليف خليف، بالك انت زاد رجعت لك السناس نتاع البسكليت والجو. لا 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 هذه في الريف، ما هنا فما بساكل. مش بسيط. فما كان الكرار طلع شكل بهي. معناتها في الريف ما ثم ما يتهز خليفه تو هذاك. لا لا لا. نحكي لك بالك انت ما ديت يدك على رزق بوك ولا رزق المراه ولا. لا لا لا. لا. باهي. مشيت طردك هاي طردك. مشيت على روحي. وين نرجع؟ وين ترجع؟ على حسب. نرجع لصفاقس. نرجع لصفاقس؟ وين مشيت بعد صفاقس؟ بعد شكون؟ نعيش في السطح. بعد شكون؟ وحدي. وحدك؟ قداش عمرك؟ عمري استنى 14 و3 17 عام. تعيش في سطح وحدك؟ 17 ونص هكاك وقتها. يا ودي قول 18 تعيش وحدك؟ نعيش وحدي. في سطح؟ في سطح. باش تعيش؟ جراية، جلد، زوز كوفيرتات، تعرف وين نعيش؟ هو سطح تاع غسلان صابون، سفاقسية، يعملوا بيت الفوق تلقاهم يغسلوا فيها صابون. بيت صابون؟ إيه؟ بيت صابون. بعد ما فوق بيت الصابون، سونسير، سونسير اللي فيها كالعجل الدور تاع سلاسل. إيه؟ والله نحكي معاك بجديات وبقلب صافي. ورحمة أمي نسمع فيك بقلب صافي. لا مش نزيد عليك، لا مش نقص عليك، وحتى خشرمتنا وكلهم يعرفوني، فاميلتي كاملة على البال بالحكاية. إي كمل لي خليفة. نطلع فوق نطلع غاديكا، نحط الجراية والواحدة ونرقد غادي، نثور الصباح نهبط كالعادة. لا لا بالسرقة تبيت غادي؟ بالسرقة ما شنو؟ ديما في الليل نطلع نبات. والناس اللي يسكنوا غادي كيما ما نفيقوش بيك تطلع تبيت غادي؟ لا. به منين تاكل؟ كيفاش تعيش؟ ندبر في راسي. تسرق. السرقة. رجعنا. رجعنا كالعادة. به شنو سي خليفة لحظة ركز معي شوي. بعد البسكليت شنو اللي سرقت بعد؟ موبيلات. سرقت موبيلات. موبيلات. بعتها؟ بعتها. بقداش بعتها سي خليفة؟ بعتها أنا عندي كي تو 150,000. موبيلات زرقاء. قبل بيجو وقبل كلها. هذه وقتها زرقاء. موبيلات زرقاء ليه وقتها قداش تعمل؟ ايش تعمل؟ تعمل 300-400,000. بعتها ب 150 دينار. 150,000. إيه؟ 150,000 نمشي نكسي بها روحي، ناكل بها ونقعد مصروفي. وك الصنعة اللي تعلمتها مشيت؟ الصنعة نتاع البني. إيه؟ ما خدمتها جملة. علاش؟ ما هو قلت لك عاد مخي ولا رايح فيها في هذيك. إي معناتها خرجت مشيت في ثنية غالطة طول معناتها. مشيت في ثنية غالطة. المهم. سي خليفه سي خليفه مش بالضروره اني ما قريتش نولي مجرم راهو. لا لا معناتها انت غلطت.
على بالي بروحي غلط. صحيت لا وانت راك كنت واضح من الاول وقلت لا 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 ان شاء الله الناس يسمعوني ما يعيشوش اللي عشته انا. بعد الموبيلات شنو سرقت؟ لا لا الموبيلات وصارت ولد فيها مشاكل ولد فيها عنف شديد ولد فيها اخلاق الحميده ولد فيها السكر واضح في تاريخ العام يا ولدي ولد بلبله وليت معروف في صفاقس. ستوب سي خليفه رجعت للحبس بتبيع نرجع للحبس حسيتها ستوب اي قد شديت شديت ما شديت ستة شهور روحت من الستة نقعد جمعة نرجع للحبس نضرب عامين مش نفهم بالضبطك من عامين نروح كالعادة ستة ومن الستة نرجع هو جيت دفاع عن نفسه ما محاولة قتل نسق عليها 5 سنين حبس هي 6 سنين مش 5 سنين 6 سنين حبس سامحوني في عام وعديت الخمسة كالراجل السملاح وروحت. سي خليفة أنت عندك شهيرة؟ لا ما عنديش. سي خليفة محاولة قتل؟ محاولة قتل إيه. الجرام نتاعك تطور سي خليفة. هي تطورت ومن بعد مسحت. باهي. آخر مرة شديت الحبس وقتاش سي خليفة؟ عام 87. ومن هاك الوقت لتو؟ 87 روحت عام 91. هذه محاولة القتل؟ اي سي خليفة روحت عام 91 جيت انا لهنا باباي ماك تعرف باباي انا قلت له كي نقعد انا نهارين نتسمى سلكتها طلع عليك في الحبس؟ على بابه سدة ما جانيش شكون جاك في الحبس؟ اه شكون جاك؟ جاتني خالتي اللي تسكن في العامرة قداش من مرة جاتك؟ جاتني مرة بصفتها يحكم فيها راجل ما تنجمش تجي بعيد الشر عليكم وعلينا بعيد الشر عليكم وعلينا اطلبوا اللطف الساعة في الحبس أحلى لحظة اللي هو توا ما تتقالش هي أحلى لحظة في حبس في الحبس أحلى لحظة هي لحظة الزيارة وقت اللي يقولوا هاي زيارة تصور العباد هذوكم الكل اللي واقفين من الآخر مش يزور فهمني ولا جاته أمه ولا آخر جاته مرته ولا آخر جاه ولده ولا آخر جاه عمه ولا آخر جاه جاره ولا آخر جاه فلان ولا آخر جاه فلان 6 سنين محكوم ولا آخر جاه فلان الزيارة بنا نهار بنا نهار الزيارة لا ما عندي حتى زيارة وقتها بنا نهار هي الزيارة الزيارة عندك مثلا الأربعة لا لا عندك الاثنين وعندك الأربعة وعندك الخميس الجمعة كل حبس يظهر لي كيفاش ما عنديش المعلومة ما جاء حد يبقى واقف ما جاء حد يشد بلاستو الجمعة الجاية يستنى هذا جاته أمه هذا جاته بوه هذا جاء خوه هذا جاته أخته تتعدى عياد تتعدى مواسم ثم ناس تموت ثم ناس تحيا ما عنده حتى فكرة على العالم الخارجي خاطر الزيارة شنية هي الشباك الصغير اللي يطل منه المسجون على العالم البرة باش يعرف أمه وشباها خوه شبيه كذا احنا ساعات نكلموا امهاتنا وابائنا بالتليفون شنو هو العشاء يما انا كنت نعملها شنو هو العشاء يما وين مش على العشاء انا باش نقولها يما انت لاباس صحتك لاباس من الطون من اللي اسمع منا مقرونه جاريه يا جعفر تقول لي جايه مقرونه جاريه انا كي تقول مقرونه جاريه يا جعفر نقول له مي لاباس الطون تحكي لي بيه هذا ما عنده حتى فكره على العالم البرة ما صار حد صحيح اجرم صحيح غلط فهمتني ولا ويتعاقب ويلزمك تتعاقب اشد العقوبات على اللي تعمل فيه، ثم قانون في البلاد ماهيش غابه، ولكن زاد الجانب الانساني ما يحرموش من الزياره. ربي يهدي وخاصه بوك حسب الروايه نتاعك. باهي 87 خرجت ولا 91 خرجت؟ عام 91 روحت من الحبس. روحت من الحبس، انا اول حبس. حبس روحت من الهوارب. من الهوارب. تابع القروان. بربي تحيه اللي تفرجوا فينا في الحبوسات الكل. تحيه كبيره برشا اليوم. مساجين مساجين واعوان واطارات والكل ان شاء الله ربي يفرج على اي انسان كربه ان شاء الله ربي يفرج على الناس المظاليم ان شاء الله يا ربي. به 91 خرجنا 91 خرجت قداش عمرك؟ عمري والله في بالي هكا يا 24 25 عام كلالك من كلالك من عمرك الحبس المهم روحت به جست عندي اخر سؤال سي خليفه شنو هي اخيب حاجه أخيب لحظة أخيب نهار مثلا فين في الحبس ولا البرة في الحبس
أخيب نهار؟ أخيب نهار اللي يبدأ في الحبس عندك بلا حد والسبت، وأخيب نهار هو كي يبدأ ذيق حبس. أخيب حاجة واحد يزور واحد ما يزورش، أخيب حاجة اللي يجي مظلوم ويتحكم بالظلم، هذيك أخيب حاجة اللي شفتها في حياتي. شفت مظاليم؟ قد شعر الراس، سامحني. جرائم كبيرة؟ فما جرائم، فما تي واحد حشاك وحشا خدور الشعب، واحد خذاك على بعضها مسكين، جاع جاع سبحان الله، يلقى الدار محلولة. هذا في صفاقس نحكي لك، راه دخل الدار، دخل طل هكا يلقى كوجينة محلولة، كي تصل كيما هكا يلقى كوجينة، اش يلقى ترى؟ لا خبز لا حتى شيء، لقاك عبادة هزك الكعبي العظام مسكين كلاها. تا واحد جيعان كلاه، تعرف شحكم عليه؟ 5 سنين حبس، والله 5 سنين حبس. كي جاني هو غادي وانا قاعد غادي في الشمبر، وجاني جا يحكي معايا، قعدت حلف امي. ما هو يا سي خليفه جيع، هو حتى كي شدوه مول الدار يا ولدي قال لهم راني جيعان، ما تهزوا حتى شيء. سي خليفه انا انت ماكش في الدار، ودخلت لدارك وهزيت كعب عظم، الساعه انت هكت حرمه، ما تدخليش لداري يا عشقي، وما تهزليش العظمه نتاعي هذيك. وثم قانون في البلاد اراه السرقه كيما يسرق مليار كيما يسرق كعب عظم، سرقه سرقه ولا لا؟ اصعب حاجه عشتها انت في الحبس شنو هي؟ انت اصعب لحظه بكيت فيها ولا توجعت فيها على الاخر في الحبس وقتاش وعلاش؟ محكوم 5 سنين، محكوم 6 سنين مش 5 سنين. من حبس صفاقس وين يعدوني؟ عدوني المهدية. وإن شاء الله اللي تربطوا معايا يسمعوا ويعرفوني في المهدية. المهدية ولد سنترال. مشيت المهدية غادي موض ليك حبس. الزيارة ما نزورش. ما يجيني حد. عندي أختي إن شاء الله ربي يفضلها لي. هذيك الوحيدة تبعت لي في جواب. حتى كي عرست هنا في الحبس. وهنا تسكن هنا في تونس. أخي بحاجة اللي عملتها في حياتي أنا، وإن شاء الله ربي يغفر ويسامح. بدني الكل مشرح. عمري 54 عام، بدني الكل مشرك. كل. هذيك اللي نتذكرها. هاك مازال مستسمع، مازال مستسمع. أنا عندك حق. أنا النار تشعل. النار من هنا للتو. النار من هنا لهنا، كل تشعل، شعلانك. أما الحمد لله يا ربي جيت صابر شوية. كابس روحي. من 2017 لليومنا هذا. وأنا شاد روحي في كحة. أنا كي جيتك لهنا راني جايك موضوعي يا ناخذ حقي، يا نعمل مشكلة كبيرة. لا. خويا ندخلوا في صلب الموضوع طول. شنو هي المشكل؟ مشكلتي الخيانة الزوجية. نحظر. مش نحكي لك من القصة من الأول أنا. أبدالي من الأول. صحيح، طيب مش أبدالك. وين عرفتها؟ باه. باباها وباباي متربين مع بعض. باه. باه. برسك عائلة واحدة. صحيح. باه. نمشي أنا غادي. هاي. نعرف الطفلة. أنت تعرفها؟ نعرف، أنا أساس أنا أولاد عمي، نقول أولاد عمي. إي تعرف العيلة، تعرف العيلة إي. نعرف العيلة كلها. باه. هم عندهم 3 أولاد وأربع بنات. عجبتني طفلة. باه مكتوب ربي. مكتوب ربي. إي. صحيح ندور في مضاعضة، ما عنديش. وبابايا على قد الحال. باهي. كيفاش باش نعمل؟ جيت لبابا قلت له بابا تعمل زي برا خطبالي. غزل لي بابا، تعرف ايش قال لي؟ تعرف قديش عمري وقتها؟ عمري 35 عام. ايه؟ لا استغفر الله العظيم، عمري 34 عام. به؟ قلت له بابا بريش يخطبها لي. امر عرس ايه؟ غزل بابا قال لي برا لو حاليك. برا؟ لو حاليك. لو حالينا ولا لو حاليك؟ لو حاليك ما يساعدكش. فك عليك ما يساعدكش عليه سيدي؟ الناس هذوما ما يساعدوكش. قال لي راك مش يجيك نهار مش تولي فيها مشكلة كبيرة. يا ودي لو حاليك، قلت له. قال لي دبر راسك. يمشي يسكت. نقعد انا نقنقن
عشت متمرمد. اي حبيت نستقر. سبحان الله، نحب نعرس، نحب نستقر، نحب نعيش حياتي. نحب نعمل صغار نحسهم هذوك يولوا ولادي، نحس اللي عشت وانا قبل ما يحب، ما نحبش صغار يعيشوا. اي 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 تحب تقف لاولادك وتجيب ظنا يجري قدامك يرحم والديك ويقول بابا 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 بابا، راهي مش سهله بابا، مش سهله راهي. اسمعني، قعدت نظن عليه مره واثنين وثلاثه واربعه. عندي خويا متدين هو في صفاقس. وقتاش طلع هذا اخوك؟ خوي لا لا، خويا تبارك الله عمره ايش عمره هو؟ لا ما حكيتليش عليه هذا من الاول. هذا عز الدين، عز الدين من المراه الثانيه مش من امي انا الاول. اه من زوجته الاخرى. لا من زوجته الاخرى. باه يخدم كواش. اي خوك بيان سور. اي خويا نقول له. مشى لبابا قال له بابا بربي عليه تخلي عرس على روحه. الراجل قريب ما شافوته القطار وانت مخليها كاكا. قال له منين جاني انا ما عنديش. احنا بالرغم رانا عندنا ملك راه. اي حسبها شويه فلوس الحاج. اي. اي سيدي شد الباس عز الدين خويا. كي شد الباس قالوا باهي باه. قال لي باهي يقعدوا لهنا وانا مش نقصد ربي، عم على شرط مش نعطي الكلمه، عم راني ما نتحملش مسؤوليتي. باه دبر راسك. اي نعرف الجمله هذه. هو قصد ربي مشى وانا قعدت نحربط في الدار. عندي واحد حبايب صاحب خويا عنده موبيليات، قلت له بربي اعطيني الموبيليات خلينا نخلط عليهم. وباباي وقتها بطا ياسر نهزك الموبيليات ونطير. باه الخشار ما ظهره. مشيت غاديك فهمت انا لقى باباي قاعد ومازال لا جبد لا موضوع ولا حتى شيء. تي الصحة. وغريبة تشبيه هذا. جيت قعدت بحذاه وليت نمهز فيه. تأنطق. والله نمهز فيه. سيدي الدار معبية. هاي سيدي والله اتكلم. قداش من ضريبة عملتها هكا؟ هذا يقول ثلاثة وأربع ضربات. باش هو انطق. باش ينطق. كي انطق أول ما انطق اش قال؟ قال يا خويا المختار الله يرحمه هو المختار الله يرحمه. قال رانا جايين مش نخطبوا في بنتك. قال لها شكون؟ واحده اسمها دليله. باه مختار. قال له يا سيدي شو نقول لك على الضليله مين يا سيدي تفاهموا. باه. قال له على شرط. قال لي عندي شروط. الشروط شنو؟ قال له راني ما ندخل في حتى شيء. بوك هذا. هذا بابا، معناه يتهرب من المسؤولية هو. إي. المهم كتب المكتوب وعرست. باه. عرس تقليدي. إيش معناتها تقليدي؟ عربي. إي عملتوا حفلة صغيرة واحد. ستيريو على قد الحال. إي شين عملتوا شين ستيريو؟ لا ستيريو كبير. شين كبار. إي إي باهي إي. ومعايا خويا، معايا خويا من المرة الثانية اسمه جمال. ما بعدنا عرسنا. آه فرد عرس. فرد عرس. باه. المهم لاباس تعدى. حكيت شي مع المرأة قبل ما تعرس بها أنت؟ ديما نحكوا مع بعضنا. أي باهية قبل العرس باهية حكيت معاها. عندي أنا باهية. آه؟ أنا كي نارا نقول باهية. أما هي كي تراني ممكن خايب. هي باهية حكيت معاها جاوكم باهي من الأول؟ لا لاباس. في الخطوبة جاوكم باهي؟ لا لاباس. وفي العرس كي عرستوا؟ لاباس. اللهم صل على النبي. قديش قعدت اموركم باهيه؟ باه. قعدنا شهرين بدات العراك. مش بيني انا وياها. اه. بين هي وباباي. هي وباباك. علاش؟ انا شو نقول لك؟ نمشي انا نهبط البلاد، ماني قلت لك انا بحار. اي. نمشي في الصيف، نمشي نلوج على بلاصه باش نشد ونخرج نخدم على روحي. باه. انا مازلت عريس. من 15 يوم جاني قال لي اي عاد. يمشي يهز روحك باش يخدم على روحك. انت كنت ناوي تزيد شويه؟ هو احنا العاده نتاعنا يقعد شهر. ولا بالرسمي يقعد شهر. خليفه ياسر. احنا بالنسبه للعاده نتاعنا. ايه خليفه. المهم ياسر ولا مش ياسر؟ المهم ما قعدتهاش الشهر اللي تحكي عليه. قعدت. انت عجبك العرس الاستقرار العائلي عجبك الاستقرار؟ عجبني سبحان الله. الاستقرار عجبك؟ عجبني بالطبيعه. الاستقرار بعدت على برشا حوايج بعدت. الاستقرار عجبك؟ هي بالطبيعه. اهم حاجه هو الاستقرار. باه. قعدت 20 يوم بالضبط. استقرار 20 يوم؟ 20 يوم هزيت روحي ومشيت بالصدفه من ظهري ورضيت ميمتي فاطمه نلقى فلوكه يلوجوا على واحد. هي خرجت فيها. باه. والله خرجت في كسوه نتاع العرس. والله وبيمين ربي مشيت تصطاد؟
تخدم في الفلوكة بكسوة العرس؟ والله بكسوة العرس، جابوا لي بوط وجابوا لي جيراتا وجابوا لي سروال جيل مقطع وجابوا لي ماريون نصيد ودينسيف، لبستهم واكل كسي وانا حطيتها غادي. الله ما احلاهم، تحية ليهم البحارة هذوما. ما احلاهم. قسم بالله. اي مسطر. ربي عطاه خير واصطدنا بالباهي. وقتها ربي عطاه خير وبرا الفريقو كبير معبي من كل شيء. وانت مخك في الحوت ولا بربي؟ ولا في الاستقرار؟ بربي يا خليفة جاوبني. هما حاجتين. عرضت لك جاه ربي جاوبني نعرف تصطاد. معزك يا جاه ربي. اي. هما ما انت كنت تصطاد في الحوت، مخك في الحوت، قداش تصطاد حوت ولا وقت تروح للاستقرار؟ الاستقرار كما تحكي انت. ها؟ الاستقرار بتبيع واحد باش يروح بالحوت، باش يروح بالفلوس، باش يروح بقضية. وانا علاش نخدموا على الاستقرار؟ صحيت. روحت. عملنا 4 ليالي. بالضبط 4 ليالي روحنا الخير والبركة. صلي على النبي. مشيتوا للبحر بتوا 4 ليالي؟ 4 ليالي. ومن بعد روحت؟ روحنا. باه. هزيت ما كتب لي ربي وخذيت مصروف وكل شيء وروحت. صلي على النبي. باه. قعدت نهارين نفس الحكاية، قعدت ماشي الأمور هكاك. الأمور ماشية لاباس تو. الحمد لله. بين بابا وبيني أنا وبين المرأة. المرأة باه. المرأة بالنسبة للمرأة العروسة الأخرى متهنية أمورها في العنبر. دخلنا فيها الأخرى. لا لا جاتك الحكاية، ما ما واحد تجبد حاجة. الدعكة والمشكلة كلها في المرأة. المرأة متاعي أنا. نروح من البحر نلقى مشكلة. نجي لبابا نوحل. بين شكون وشكون المشكلة؟ بين بابا والمرأة متاعي. هو تو أبوك شو مقرب ولا المرأة؟ على غالب عاد ما نفرطحوش. لا فرتحوش بالك هي ما تاخذوش بخاطره زاد الله هو اعلم هكاك الله هو اعلم باه صحيت محليك باه نجي انا اش نعمل نغمز للمراه ونقول لها اعمل روحي مش نضربك واسكتي فيلم سايب علينا من المشاكل وني نعرف بابا ني نعرف طيب في خاطر بوك انت باه انا بابا كي لقوني نتهز ولو انه الفيلم اللي عملته برجوليه خليفه ما يجيش زاد كيفاش؟ تاع نشر باش زعما باش نضربك شو نعمل؟ هذاك هذاك كيفاش باش نعمل؟ ما نعملش هكاك باش يطردني وإذا كان طردني وين باش نمشي؟ نعديه هاي باه يبردش بعد الفيلم يبردش شوية هو يبرد يشد الدار يبرد ما نجيب له عادة تبارك الله يحب اليوغورت ويحب الحليب و بو شو نعمل له؟ باه المهم ندخل الدار باري لو حالينا وصايبة توسع بالك ما تعرفيش وصي بالك وصي بالك بابا يلا غالب هذاك مخ اللي عطاه له ربي تقول لي باه نمشي منا وترجع كالعادة يا سيدي لي نهار جيت اش قال لي؟ قال لي وليدي راني شديتها مع واحد تحكي هو إياه شكون هذا؟ على بابا ولا صحيح الحكايه ليش شنو تحكي لأول مرة سامحني لأول مرة ثاني مرة ثالث مرة لحظة سامحني سي خليفة أنا مثلا ما متزوج وزوجتي مثلا تحكي مع واحد ما نسأل شكون قريبها كذا مش قريبة مش قريبة مش قريبة البلاصة اللي واقفين فيها وين؟ في الخشير ما بحث الدار نتاعنا إي شنو هي قدام الناس شنو مشكلة مثلا خليفة احنا ما انا مش كيما المدينه كيما البرة راهو فما الزيتون وفما ثنية بيست عربي كبيره وفما كل دار تلقى دار تبعد لك 20 متر ولا 50 متر وتلقى وين الديار تبعد على بعضها شو يا خليفه مش كيما الريف كيما المدينه اما الوقفه نفسها باهي سامحني فجيت نفسر لك حاجه وفسر المشاهدين معناتها مرتك واقفه مع واحد مثلا شوف ما نعرفش ممكن من العائلة بالك خويا اسألها على وضعية ما بالك اسألها على بلاصة بالك أنت ما تقبلهاش مثلا ممكن أنا زاد ما نقبلهاش ما عادش موقفك معاها أنت فهمتني أما بالك نحكي بالك ثم بالك تفهمتوا تفهمت بالغلط المرأة لا لا مش المرأة تفهم فيا باباي هو اللي يقول لا بالك المرأة تفهمت بالغلط أنا واقف مع السيدة ذي كمل لي الرجل هذا يجرثوه منيتنا حشاك وحشا قدرك يتبع في النساء سيرته خايبة فهم لي مليح لهنا حديث آخر باه الأول مرة ثاني مرة ثالث مرة جيت أنا غزل لي باباي قال لي وليدي راهو كذا 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 توا ليش باباي توا اللي يتبع في المرأة فهمت ولا مع شكون تحكي مع شكون كذا هي وقفت معها ثلاث مرات ثلاث مرات المهم ما فما ربي يا بابا لوح أنا قلت هذا يا باباي قاعد يكنبص لي مش نعمل مشكلة مش نولي نافي حل وربط والمرأة مش تمشي هكا مش تولي البيعة ما هيش أي قلت تعالى كيفاش يسيب عليا رجعت خرجت البحر زاد نفس الحكاية
هاي سيدي اخر مره انا روحت نلقى الدار مسكره والمفتاح حاطه في جيب الموبيل والدبش الكل غاديك والمراه بعثها لدارهم ولد غضبانه. روحت يا بابا تويني المراه؟ قال لي باللازمه قال لي دبشك لا عاد تهزه. يا ودي عليه؟ قال لي دبرش علي. قال لي ما تدبرش علي. كيفاش باش نعمل؟ عندي خالي يولي يجي من تونس ولد عم راس باش خذاه بخاطره ونجيب كميونه ونهز القربج نتاعي والكرنه ونهبط نمشي نكري في العامره. مرتك وين تو؟ مرتي نولي فهمت الخالي يمشي لها غادي لدار باباها ونمشي نجيبوها. رجعتوها؟ ولا وين تسكن؟ اي في العامره. باه تو العامره بليت. باه باه الدار هذيك قعدت فيها ثلاثة شهور نخدم لاباس الحمد لله. الحمد لله. نقصت المشاكل؟ نقصت المشاكل لا تو انا وياها في الدار. باه راس راس مرتاح. باه مستقر الاستقرار ثم الاستقرار. لا لا مستقر اموري هانيه. نمشي كالعادة نخدم كذا فهمت لا ما الدار نلقاها غالية ياسر ما يساعدنيش والبحر مرة يعطي ومرة كل مرة كيفاش. عندي خالتي قالت لي كيفاش برا شوف دار أخرى. مشيت نلقى دار ب 40,000. ب 40,000 هاي هذا هي مات الرخص مش تو. مشيت يا سيدي كريتها. باهي ولات يا سيدي جا عندي عمي جاب لي بنته صغيرة قال لي خليفة حطها لي في كرومتي. معناها عندك معناها تجرى لها حاجه انت تحمل مسؤوليتك. قال لي هذيك اعتبرها بنتك. عليه؟ تحب هي تعيش مع اختها. اختها شكون؟ هي المراه نتاعي. اي؟ عندها اختها صغيره. اي؟ ولد قلت لها ما فما حتى مشكل خلي تجي تعيش. خلي معناتها حموك هذا. اي هذا يعني. معناتها ابوه اي فسر لي به. هذا نسيبي تسمى. اي؟ المهم. ولد تعيش معكم الطفله. صحيت وليت انا نصرف على واحده وليت نص نصرف على واحده. ميسالش ميسالش. لا ميسالش ما قلنا حتى مشكله. اي المفيد ثم الاستقرار وكاو. لا لا لاباس. باه. المهم ديريكت نمشي نخدم على رويحتي يعني مطمان انا. حبلت المراه. الحمد لله يا ربي. حبلت بوليد. فرحت انا. يعني جاتني كان نهارتك الصدمه. ما كنتش نحسب روحي باش نجيب ولد انا. ربي عطا خيره الحمد لله كريم ويرحم. المهم فرحت بك الوليد الحمد لله ونعم بالله تافت الله فسميته ربي يحفظه ان شاء الله. عندي هذاك طرش عندي قعدت الامور نخدم على روحي نخدم على روحي في البحر اموري هاني اموري لاباس. كل مره تجيني حاجه في وذني كل مره يجيني واحد راي المراه فالصه نهبل انا يا دي برا باش يبعدوني. ثم ناس راهي تكبر في النفوس. انت تو تقول هكا وصحيح وانا مشيت بها الحكايه هذه. اي قلت ممكن احتمال الناس تكبر. برش عندي فيه مطفي الضوء وما على باليش. كي نجي نحط الكباي في ظهري انا. كبا فيه دبشي معناها مغسول نظيف باش كي نمشي للبحر نلبسك نظيف ونحي دبشي. هذاك يقعد نظيف الجديد نتاع البرا والبحر انا نخدم على روحي. اي كي نحط انا الكبا في ظهري من تالي نغزل لها. نقول اسمع يا بنت الناس انا ما خليتش مراره خليت راجل حطها في مخك هذيا وردي بالك وردي بالك وحلي عينيك ما تسمي كلام حد وما تتبعي حد وما ضبيك ما تدخلي حتى البشر الدار اللهم من فميلتك حاجه ناس تعرفيها نظاف ما يسالش باهي برا ما يهمش كما اقول كما اقول نمشي على روحي نخدم قعدت سيدي نقول لك فترتين نجي شهرين هكاكا الخدمه بدات تكسيت في البحر. إذا حاجة تكسد راني مش نولي بطال ما نخدمش. باهي. ديما نسمع في الكلام أنا. مش مرة واثنين وثلاثة وأربعة، 20,000 مرة، نسمع وطيش. مرتي ما تعملش. كيف هذا كلام هذا؟ برش عندي فيه. 2017. نروح 2007، استغفر الله العظيم يا ربي. تايب لله واستغفر الله. 2011 انا وليت نخدم في الحظيره الكراء فلوس اي كراء غالي شهر يمشي شهر عادي اوزلي سخليف نقدموا شوي نقدموا شوي سخليف وقتاش تبدل مجرى حياتك وتفكيرك مجرى المجرى في تبدل في 2017 كيفاش
2017 وليت نخدم في البلدية نعس بالليل حاضرة أما نعس بالليل نضرب في 16 الليلة عندي تليفون وهي عندها تليفون كتجي ماش تمشي البلاصة تكلمني ليلتها قالت لي خليفة راني مش نمشي غدو الحي عندنا طهور في من دارهم قلت لها بري قلت لها أنت بتسيج غدو الحي حذري لي عاملي لي سونس وباقي تو نكملو أنا قالت لي به اش عندي صغار أنا الساعة اش العزار اش عندي أنا قداش عندك صغار ولو عندي أربع صغار صلي على النبي زوز ولاد وزوز بنات صلي وسلم على سيدنا محمد كريم ويرحم اي هزتهم ومشاو روحت أنا للدار ديما نخرج الثمانية التسعة ساعات نعاونهم جماعة البلدية هات ورقة هات كذا منا نعاونهم وبعد نروح ما نحبش نروح غاديك نتكب نرقد روحت للدار وين نمشي أنا وين ندخل ندخل بيت النوم كي دخلت بيت النوم نجبد تليفوني هذا مش هو مسكر تليفوني هذا ونحطه فوق السرير نحي الدبشي باش نجبد باش من الكلاص باش نمشي نعمل دوش من فر تليفون اخر تحت الدبش ويطلب يطلب شنية الزنزينة هذه ما دخلتش المخي انا قعدت نتبع 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 نين نلقى التليفون طلي ذاك نلقى نومرو فما قرص اخضر كي نجي تنزل ما يمشيش النومرو هذا شكون الاول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة شكيت فيه النومرو قلت النومرو هذا نعرفه اما تاع شكون حاجة وحيدة تسرعت أنا وممكن لعلها فيها خير لعلها فيها خير أيضا نجبد تليفوني هذا ونطلب من المرأة قلت لها فما تليفون أنت خليتيه تحت الدبش كيفاش الغرفة التليفون تاو تليفون فيه اللينيا وقاعد يطلب أربع مرات قلت لها إيش قالت لي قالت لي النمر شنو علاش أنا قلت لك تسرعت أنا تسرعت في النمر كي قلت عليه قلت لها النمر كذا كذا توصل بباقي بنيتي راه قلت لها النمر كذا كذا قالت لي ما نعرفهاش قالت لي راهو نتاع ولدك كيفاش صغير وعند اللينيا منين جا اللينيا انت خايش بكم تلقتوا في اللينيات وتركبوا وتمدوا وعلاش مخبيه قداش عمره ولد وقتها شو عمره عمره تقريبا 14 عام ينجم يكون عنده ينجم يكون عنده تليفون به هاي لا هو التليفون هذايا هو تليفوني انا كان تليفوني انا خذيت هذا وعطيتهم التليفون هذاك لا في الليل لا في حتى شيء حد الان حاجه ما لا لا هي على بالي هي ما فيها حتى شيء اما انا ايش قلت انا من الكلام نتاع العباد اللي نسمع فيه هل وسط انت دخلت بعضي انا لا ما نكذبش عليك اعطيني وقتاش صار منعرج باش يبدا لك المنعرج بالرسمي باش يبدا لك بالرسمي زاد مش نكذب عليك انا قعدت سيدي فهمت انا المغربه النمر هذا شكون النمر شكون النمر شكون مشيت العامره من غدوه نكلمها انا تكلمتني هي نقول لك قداش من مره تكلمني في نهاراتها العشيه نقول لك اربع وخمسه وسته وسبع مرات تقول لي النومرو عرفتاشي عشاكم قلت لها نهار مغلق يا اخي تليفون فندلا تقول لي عرفتاش انت كسبتك انت شاده في النومرو معناها النومرو تعرفيه اما قلت لها ورسمي ورسمي اللي ما نعرفش حتى منظرها كيفاش وما نعرفش حتى اللذه نتاعها الله يرحمه يا دليل اذا كانت تطلع النمر وتعرفيه والنمر هذا يطلع لي في بالي تو نقول لك اش يصير لك لا قالت لي والله انا نعرفه بري ما تعرفيش اما قلت له والله لا ما نطلع من غدو الحي نهبط العامر انا ماني مش نمشي نخدم نطيب ما كتب لي ربي عشايا ونهز ونقصد ربي العشيه بالضبط قريب الخمسه يا ربي زعما هو مش هو هو مش هو عنده بنت تبارك الله سميه ما تعدي ومعاها طفل اخرى وني واقف تلفت هكا قلت لها بالله يجي لحظه تفاجات الطفله يا بنت يجي لحظه ما تخافيش بيك قلت لها حاجتي بيك قلت لها برحمه والديك برس باباك اللي عز عليك اعطيني النمر باباك بشفت هو عنده حانوت تحب نكريه من عنده الويه مسكر كل شهر نعطيه 100000 بشفت انا ندبر راسي في البلاستيك ونرميه غادي قلت لي ما فما حتى مشكل نعطيك مدت لي النمر التليفون الاخر مدرك عندي هذا قلت له قيدي في ورقه قيدته لي في ورقه كي جيت نشوف النمر والنمر اللي عندي في التليفون الاخر نلقاه بيدو قالت لي نعرفه اش معناه هذا شو يقصد به برا قلت اش عندي فيه الاماره الثانيه
اللي زادت راه وجدتك شنيه؟ هاي جاتك الحكايه. المهم عندي وراق نجم تطلع عليهم وتشوفهم. احكي لي. ما انا مش نحكي لك. شنو وريت؟ شنو شفت؟ انا شو نقول لك انا؟ ده. انا ما شفتش. باه. قدمت بيا شكايه في النفقه. باهي يا خليفه. ايه هاي جاتك الحكايه. انا جابت على خيانه، جابت على خيانه الزوجيه وخاينتني بالرسمي، وفما تسجيل وفما تهديد. شنو التسجيل؟ فما بالقتل. فما بالقتل مش قلتلو لي انا؟ يا خليفه توا تليفون مكلمها بالك حاجته بحاجه. اللهم صل على النبي يا رب. كيفاش تطورت الحكايه؟ شديت شي ميساج؟ خاني جاتك الحكايه بالله. خلينا نحبك تفهمني مليح باش الناس كلها تفهم. فهمت العباد. هي شكت شي بي بالنفقه. اي. انا عندي وراق، هزيت التليفون عملت معاينه. معاينه على طريق عادل منفذ. صحيح؟ على طريق المنطقه، قالوا المنطقه بتاع البحث والتفتيش، قالوا لي معاينه. الله يرحمه. مشيت هزيتها، فما مكالمات من 2015 هم يتكلموا مع بعضهم. هذه حاجه الاولى. واني الورقة موجودة من 2015. من 2015 بيه؟ وخلاف الباقي عاد. باهي ما يهمناش. اش عملت هي؟ خليفة ماشي باصيني، وخليفة إذا كان فاق بيا مشيت. إيه؟ مش نعملوا له لعبة. طرلاف يضربوني بشكاية في النفقة. طرلاف يسقني كل شهر تدفع 360 دينار النفقة. باهي؟ باهي. قرار هذاك قانون ما تدخلش فيه. باهي قانون ما يهمناش فيه. باهي. أما قانون باطل. ثم قانون تنجم تشكي وتعاود تستينف. ما يهمناش. المهم شكيت انت؟ انت شكيت؟ بالطبيعة انا مش نسكت. شكيت على خيانة الزوجية. ايه؟ وشكيت على نتاع عادل منفذ فيها نوامر تليفونات من 2015. ايه؟ وموجودة في القضاء. ايه؟ وعند الحاكم. باهي. ابارت نوامر التليفونات ثماش حاجة أخرى؟ فما. شنو؟ تربط في الحبس. انت؟ ايه. لا. لا توا لا، خاطر أنا بكري قلت لك من 91 رجعت للحبس قلت لي لا. هذه جديده مش قديمه راهي. يا خليفه شعنا هذاك قديم. هذاك انا عارف. خويا ننساو. علاش تربط في الحبس؟ تربط على النفقه. على النفقه. باهي قداش شديت؟ تحكمت بعام. عديت شهرين وخرجت في حاله صراحه، الورقه هوني موجوده. باهي. باهي. كي خرجت انا فما امراه يرحم والديك ووالداها. تعرف جابت لي فيديوهات وتصاور. فيديوهات شنو؟ موجودين وتصاور موجودين عندكم. هذه حاجه. شنو فيهم يا خليفه؟ ها؟ شنو فيهم؟ تصاور بينا هي والراجل وقاعدين في قهوه. تعرف انا شهر انا مربوط في الحبس، وفي شهر فيفري نهار 23 فيفري وهم يحوسوا في البلاد وموجوده تصاور موجودين. هذه حاجه الاولى. وقاعدين في القهاوي قالت لي خليفة الناس الكل رانا جايين معاك، راهي المرأة زيرو. قالت لي هاهم الدليل. كي خذيت أنا صبيتهم في تليفوني، هاهم موجودين لهنا. تصوروا الفيديوهات، هذه هو الحاجة. وثاني حاجة أخرى التسجيل. إي إش فيه التسجيل؟ إش فيه؟ إي تو كي تجي تو نقول لك إش فيه. خل تجي هي. مش نقول سامحوني سامحوني الناس الكل، كي مش نقول كلام نحب هي باش تفهم. وتو شوف شوف شنو الجواب نتاعها. به وسامحني يا لا 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 وزاد كيما قلت لك انا هي راهي عندها تو فهي في حاله ريشيرش. علاش في ريشيرش؟ على القضيه نتاعي. صدر فيها حكم هي؟ هي في ريشيرش طلبتها المنطقه، البحث والتفتيش طالبينها. وطفت الضوء ما حبش تمشي. اما ميساج انا حاجتي به انا علاش انا نحب نضيفها الليله قدام الراي العام، خاطر ظلمتني هلكتني صغاري. يعلم بهم ربي كيفاش. وهنا تصور موجودين وشوف بنتي كيفاش محجمه حجامه حشاك تاع شماته. وعندك السرقه، سرقت لي باسبوري. خليفه خليفه لحظه اصبر. شوف خليفه اللي بتحكي فيه توا سمعناه سمعناه. راهو لهنا لنا قضاة ولنا احنا سمعناك ولا الروايه نتاعك تنجم تكون صحيحه تنجم تكون شطرها صحيح تنجم تكون غاطه الكل يا خليفه. مش كذب فيك، اما هذه سنه البرنامج، احنا لهنا ما نحكموش. احنا باش نستقبلوا. وحاجه اخرى بربي راهو ثم قانون في البلاد، ثم قانون في البلاد مش مسيبه يا اخي. واحد نعيشوا في غابه واحد خلينا نشوفوا الساعه المراه جات ولا ان شاء الله ربي يجريها على صلاح. صعيب صعيبه صعيبه الحلقه نتاع اليوم. انا نحكي كجعفر حتى على روحي اول مره نتحط في وضعيه كيما هكا. حاجه يا خويا ان شاء الله يطلع لي يقول فيه كله غلط، ان شاء الله يطلع الكل غلط.
ان شاء الله شك، ان شاء الله هلواس، ان شاء الله ما تفهمتني هذي ما نتمنوه.